لمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا من القاهرة السيد أحمد العناني، الباحث في العلاقات الدولية، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. مرحبا بك سيد أحمد. مؤتمر باريس إذن لدعم السودان يعد بمثابة احتفاء بعودته للمنظومة الدولية، برأيكم ما الدعم الذي يمكن أن يقدمه هذا المؤتمر للسودان؟ يعني بكل تأكيد هناك مساعي حثيثة من باريس ومن القاهرة لإعادة يعني الجانب السوداني وعودة الاقتصاد السوداني وعودة الاقتصاد الأفريقي بشكل عام. إذا كنا نتحدث عن تمويل الاقتصادات الأفريقية، هناك اهتمام بالغ من إيمانويل ماكرون فيما يخص تمويل الاقتصاد الأفريقي، لأن هناك يعني استثمارات وهناك مصالح مشتركة كبيرة جدا تربط كل من باريس ودول الاتحاد الأفريقي، ومن ثم هناك رؤية تتبناها فرنسا فيما يخص تمويلات القارة الأفريقية. هناك مشاكل تعاني منها أفريقيا بشكل عام. أعتقد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حمل على عاتقه حينما كانت مصر رئيسا للاتحاد الأفريقي هموم ومشاكل القارة الأفريقية. هناك تدني للبنية التحتية فيما يخص بعض دول الاتحاد الأفريقي، هناك مشاكل أفريقية داخلية، هناك إرهاب، هناك جماعات إرهابية وجماعات متطرفة، هناك بنية تحتية، هناك حتى المستوى التعليمي في بعض الحقيقة يعني الدول الأفريقية. القارة الأفريقية ظلمت كثيرا حتى في مؤتمر التغير المناخي حينما كانت هناك أضرار بيئية وأضرار اقتصادية على الجانب الأفريقي، مصر تحملت وأوضحت يعني كيفية التعامل مع الجانب الأوروبي في بناء الدول الأفريقية. مصر يعني حينما وجهت دعوة للرئيس عبد الفتاح السيسي أعتقد أن مصر لها ركيزة استقرار المنطقة ولها رؤية اقتصادية كبيرة. الجانب الفرنسي بيعتبر أن القاهرة هي بوابة أفريقيا للاستثمار، له تواجد قوي، له مصالح في داخل أفريقيا، له استثماراته، ومن ثم حينما يعني كان هناك اهتمام من السودان لأن يعني بيرى الجانب الفرنسي أن السودان ركيزة يعني استقرار هامة للمنطقة. أيضا نعم. طيب سيد عناني، السودان كيف يمكن إعادة تقديمه كوجهة استثمارية للدول الكبرى؟ يعني في شك يعني ربط الاقتصاد السوداني بالاقتصاد العالمي. كانت هناك عقوبات في السابق كانت مفروضة، تم رفع العقوبات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. هناك مساعي دولية لإعادة السودان مرة أخرى من حيث الدعم للمرحلة الانتقالية السياسية، من ثم يترتب عليها نتائج اقتصادية. حينما يكون هناك استقرار سياسي أعتقد أنه سيكون هناك استقرار اقتصادي. السودان نجح فيما يخص إدارة المرحلة الانتقالية من مجلس السيادة السوداني، ومن ثم سعت كل جهد الحقيقة الجانب الفرنسي في كيفية تطوير الاقتصاد السوداني، كيفية ربط الاقتصاد السوداني بالاقتصاد العالمي، كيفية تشجيع القطاع الخاص السوداني مع الدول الأوروبية. هذا هو محور الموضوع وهذا ما تسعى إليه باريس مع القاهرة لإعادة السودان مرة أخرى ليكون اقتصاد قوي، لأن السودان في واقع الأمر تكبد مشاكل كثيرة سياسية، مشاكل اقتصادية، كان هناك اقتصاد منهار في الفترات الأخيرة نظرا لما مرت به السودان من أحداث، ومن ثم تعافت السودان. يحتاج السودان إلى يعني مزيد من الدعم الدولي والدعم الحقيقة الإقليمي. مصر يعني تقدم للسودان بما أن السودان يعني يعني ملف السوداني مثل نعم سيد أحمد بالنسبة للدولة المصرية. أشكرك نعم. السيد أحمد العناني، الباحث في العلاقات الدولية، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، كنت معنا عبر الهاتف.